Somme. أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجدد لكم التحية من خلال برنامجكم بلسم على أثير نور دبي وضيفتنا الدكتورة أماني أندلسي اختصاصية جراحة التجميل بمركز فيرست ميد لجراحة اليوم الواحد في دبي طرق التواصل على الهاتف 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة على 400 ستة وأيضا نرحب بكافة متابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. دكتورة أماني السلام عليكم. وعليكم السلام أهلا بدكتور. يا مرحبا دكتورة. كان هناك استفسار عن التثدي أو تضخم الثدي عند الذكور أو الرجال، ما هي الأسباب وأيضا ما هو العلاج؟ بالنسبة لتضخم الثدي عند الرجال نسميه جينيكوماستيا. نعم. هي نجم تقول فما نوعين من التضخم الثدي، نجم يكون تضخم خاطر زيادة في الوزن، ونجم يكون نوع ثاني اللي هو تضخم في الغدة. نعم. تضخم في الغدة ينجم يكون ناتج عنده كثير أشياء، من أكثر الأشياء هي مشاكل هرمونية اللي نعبروا عنه بالتستوستيرون، يعني الأستروجين عند الرجل في الحالات العادية يكون نازل. في الحالات الرجال اللي عندهم تضخم الثدي الاستروجين يطلع والتستوستيرون تنزل اللي هي الهرمون تبع الرجال. نعم. فما أشياء أخرى تنجم تصير اللي هي مثلا الرجال يأخذ نوع من الدواء، كثير من الأدوية تنجم تعطي مع التضخم في الثدي، مثلا نقولوا احنا كيف الأنتي أندروجين اللي نعطيهم للبروستات. نعم. مرض البروستات. فما مثلا مرض السيدة عافانا وعافاكم الله. فما كمان فما الأشياء اللي هي واردة توا ما بين الشباب هي تعاطي هرمونات. نعم. بروفاكتور والأشياء هذوما اللي هما يعملون تضخم في الثدي واللي هو مخطرين، يعني مخطرين مش كان على الثدي ومش كان على حتى في على القلب وعلى أشياء أخرى، هذوما يصير عندهم تضخم. في كل حالات احنا كي جينا المريض معناتها هذوما الاسباب، وفما هما شيء ثاني اللي هو الاطفال كي يتولدوا عندهم شويه تضخم اللي هو يكون عادي، فهمت؟ نعم. كل واحد كريس تمام تعلو. فما وقت البلوغ التضخم عند الرجال يكبر شويه وبعدين يرجع ينزل عادي. نعم. هم الأسباب الأساسية. نعم الأسباب الأساسية، وطبعا يعني أتمنى دائما ألا نأخذ أي مستحضر وأي مكمل غذائي وأي هرمون لبناء العضلات أو لغيره إلا بعد استشارة الطبيب واستشارة اختصاصي التغذية لتفادي أي مشكلة. وكنا نتكلم عن مثل هذا الأمر، وهناك الأخت مروان تقول صح كلامك دكتور، ابني كان يتمرن على الحديد وعمره 18 سنة، كان المدرب يوصي بإعطاء البروتينات وفيتامينات وصار عنده ترسبات في الكلى. نتمنى طبعا الصحة والسلامة لابنك، وأيضا نتمنى من الجميع أن يلتزم، يعني من المدرب الرياضي فقط نأخذ ماهية التمارين الرياضية وليس ما يتعلق بالتغذية أو حتى بالمكملات الغذائية. طيب الشخص يعني بغض النظر عن السبب ولديه هذه المشكلة دكتورة، وفي أيضا أشخاص بدينيين وغيرهم، ما هو العلاج؟ ما هي البدائل العلاجية؟ ما هي الطرق المتاحة؟ نعم. قبل ما ندخل العلاج دكتورة، فما أشياء يلزمنا نعملوهم قبل العلاج. كيف قلت لك أنا فما مشكلة هي هرمونية، يعني في كل حالات يلزمنا نشيكوا على الهرمونات هذوما، نشوفوا التستوستيرون، نشوفوا الأستروجين، فما الـ FSH والـ LH اللي هما ثم ما يكونوا موجودين عند المرأة عالي. يعني الهرمونات الذكورية اللي هي التستوستيرون والهرمونات الأنثوية اللي هي البروجستيرون وأيضا الأستروجين نعم تفضلي. علاش نشيكوا عليهم؟ على خاطر ثم أمراض أخرى اللي هي تقولوا إحنا وراثية. نعم. اللي منهم مرض الكلام فلتر، سندروم كلام فلتر، اللي هو بس مش يعني فما شكل معين للرجل يكون عنده تضخم في الثدي، يكون هو طويل وفي جمال وكل، بس هو عنده مشكلة اللي هو في الكاريوتيب تبعه يكون XXY، يعني هذوما الناس هذوما يكونوا عندهم مشكلة بعد في الخصوبة في الجيب الأطفال. نعم. خاطر هما الأطفال هذوما تنجم كتشيق بهم بكري يكونوا عندهم شوية ما فيهم كثير أنواع، وينجم يكون عندهم معناتها يكونوا الخصوبة نتاعهم شوية قليلة
نجم في الوقت المبكر من العمر ناخذوا هذوما السبرماتوزويد نتاعهم ونجموا يخزنوهم بكل باش يكون نجم يصير بعد حمل وكل فهمتي وبعد معناتها يتزوج في يوم اخر. هذه بس هذه نقولهم اللي معناتها الاطفال اللي هما يقعدوا في سن معين معناتها مش قلت كان في البلوغ بعد البلوغ يكون عندهم تضخم في الثدي لازم نشوفوا نهزوهم الدكتور ولازم نشيكوا على الهرمونات ونعملوا حتى فما الالترا ساوند لازم نعملوه. الالترا ساوند علاش؟ على خاطر التضخم الثدي عند الرجل هو غير عادي معناتها بصفه عمليه وقت اللي يكون عنده تضخم نخافوا من اشياء اللي هي من نقولوا الكانسر. الكانسر هو عند الرجال قليل معناتها نسبة قليلة 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 جدا نعم. أما هو أخطر كانسر يعني أخطر من الكانسر حتى اللي يجي عند النساء من أخطر الكانسر اللي هو يجي في البريس يكون موجود عند الرجال معناتها في هذه الحالات لازم نعملوا الالتراساوند نعملوا التحاليل نثبتوا اللي هو التضخم هذية ما هوش نتيجته مشكلة هرمونية ما هوش نتيجته فما مرض معين وراثي نعم. وبعدين وقتها نخمو في العلاج نعم. العلاج معناتها في معظم الأحياء فما علاج نجم يكون معناتها بالأدوية فهمت كان فما مشكلة هرمونية نجم يعطيه الدواء معناتها هما أكثر حاجة الأطباء متاع الغدد هما اللي يعطيه الدواء ينقص الثدي تنجم تقعد غده صغيره وقت الغده صغيره هذيك نجم نحيوها بعمليه جراحيه. كي تبدا الثدي ونرجع لك اللي قلت لك انا معناتها هو انواع التضخم الثدي احنا عندنا كلاسيفيكيشن نعملوها نعم. اللي هي من التضخم الصغير للتضخم اللي هو ميكسد يعني ما بين شحم وغده والتضخم الكبير نعم هو تكون بريست كبير. وكل حالة عندها الانديكيشن نتاعها تبع الجراحة او معناتها الادوية وكل شيء. انا بفيسي انا الدكتورة نتاع تجميل وجراحة التقويم والتجميل نجم نقول لك اللي احنا فما ثلاثة طرق نستعملوها نعم. فما الشفت اوكي الشفت اكثر حاجة فما الشفت مع وتكون غدة صغيرة تقعد الغدة وما عندهاش حتى مشكل حتى الرجال عندهم غدة صغيرة معناتها مقبول نعم. كي يبدا تضخم في الغدة من المستحسن نستأصلوها الغدة كلها اوكي نعم. يعني مش نعملوا بس شفت على خاطر الشفت ما ينجمش يجبد الغدة الغدة تكون حتى يابسة شوية عند الرجال يعني مش زي الغدة عند النساء وما فيك تجبدها بس تشفطها يعني بالليبوسكشن فهمت نعملو فما طريقة معينة نفتحوها اللي هي راوند ذا نيبل حول الحلمة نعم حول الحلمة وما تبينش حتى بعدين ما بيبين أي أثر لا لا طبعا بس هناك يعني نعم هناك طبعا إرشادات ما بعد العملية دكتورة طبعا ما هي هذه الإرشادات تحب نقول لك على طريقة ثالثة طريقة ثالثة اللي هم عندهم تضخم كبير يعني بس بسرعة لأنه الوقت تقريبا انتهى نعم بالنسبة لذلك لازم يكون فما طريقة ثانية اللي هو استئصال الغدة ونعمله ليفت للسكين يعني السكين نعمله بطريقة معينة نعم. ننقصه منه ونعملوه كمان معناتها نحاوله باش ما تكونش فيه سكار على خاطر الرجل يكون مبين عنده نعم فما سكار معين نعملهم للرجال مش كيف النساء نعم اوكي دوما هما الطرق الثلاث بعد قلت لي بعد النصائح الجراحه فما المشد المشد اللي هو يقعد الرجل ياخذ يلبسه مده شهر كامل نعم. اوكي وفما نوع نتاع نقولوا احنا دريناج لنفاتيك يعني مش السيولات الكل نروحوهم للجسم نعم طيب المشد مهم جدا أيضا متى يعني آخر سؤال متى يمكن أن يعود الشخص لممارسة حياته اليومية والمعتادة؟ هو كان وشفت لحاله يعني بعد أسبوع يمارس وحتى أقل من أسبوع ثلاثة أربعة أيام يعني عادي نعم كان وشفت مع استئصال فما شوية وجع وكل يوم كنت حبله نعم. حوالي أسبوعين أوكي بالنسبة للليفت اللي هما يعملوا مثلا الرياضة وكل من المستحسن يكون معناتها ياخذوا يرجعوا لممارسة الرياضة نتاعهم بعد بشهر نعم كل الشكر للدكتورة أماني أندلسي اختصاصية جراحة التجميل في مركز فيرست ميد لجراحة اليوم الواحد في دبي دكتورة أماني شكرا جزيلا لك عايش مرحبا بك عايش مع السلامة